أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة العزم على تحقيق التطوير والتحديث المنشود لكافة الخدمات الحكومية بما يرفع من مستواها ويضمن أعلى درجات الجودة خلال تقديمها للمواطنين والمقيمين، مشيدا سمو بما وصلت إليه المملكة من مستوى متميز في مجال تقنية المعلومات عبر رفضه بالعديد من الخدمات الإلكترونية الحديثة والتي سهلت الكثير على المستفيدين، حتى أصبحت ذلك تواكب أحدث وأفضل الأساليب التقنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال تدشين سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم النسخة المطورة كليا من بطاقة الهوية، وذلك بحضور الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث نوه سموه بأهمية مواصلة التطوير والتحديث لمواكبة التطبيقات الحديثة وزيادة توظيف التكنولوجيا في مختلف المبادرات والمشاريع الوطنية. من جانبه أعرب الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بتدشين النسخة المطورة كليا من بطاقة الهوية، منوها إلى أن مواصلة التطوير وتحديث الخدمات المقدمة بما يواكب المتغيرات والتحديثات المتسارعة مسألة أساسية فيما يتعلق بتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين. أوضح معالي الوزير أن طرح بطاقة الهوية الجديدة بمميزات فنية متطورة وخصائص عصرية فريدة هو أحد مظاهر استراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها في وزارة الداخلية، ومشيرا في هذا الشأن إلى مستوى الأمان وحماية البيانات والذي تم وضعه في الاعتبار أثناء تصميم البطاقة وتطوير الخصائص الفنية الأمنية كحماية الصورة والبيانات الشخصية في الشريحة الإلكترونية وغيرها من المميزات الأمنية ما يضمن حمايتها كليا. الجدير بالذكر أن الخصائص الفنية لمحتوى الشريحة الإلكترونية تضمنت ميزات إضافية متطورة مع زيادة طاقتها الاستيعابية وشمولية البطاقة لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلبات السفر الآمن والمسار السريع في المطارات الدولية، مع إمكانية إضافة مزيدا من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية مستقبلا لضمان توفير مزيد من الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة، كما رعي توافقها مع المواصفات الفنية للمعايير المعمول بها عالميا في هذا المجال.